ما تصبر شوي، مستعجل ليه؟ تاكل بسرعة، تجري بسرعة، تنام بسرعة، تقوم بسرعة، ايه؟ كل حاجة ولها ميعاد، وكل حاجة لها ترتيب عند ربنا. ما تستعجلش يا اخوي، اللي هيفوتك هتلحقه. مكتوب لك هتتولد امتى، مكتوب لك هترزق امتى، مكتوب لك هتاكل امتى، مكتوب لك هتموت امتى. واقسم بالله انتوا مستعجلين. اصبر اصبر يا ابن ادم، اللي بيصبر يا ما بينول. راح اقول لك كلام زين، كلام جميل معقول. اصبر يا ابن ادم، اللي بيصبر يا ما بينول. راح اقول لك كلام زين، كلام جميل معقول. صلي على نبينا الزين تنول الرضا على طول. اصبر يا ابن آدم، طلي بيصبر يا ما بينول. اصبر يا ابن آدم وما تستعجلش، مش كل حاجة بتيجي بالقرش. أهم حاجة الصحة يا خال، طال حرام يا مهد جبال، وخلى صاحبه ما يسواش قرش. لقمة قليلة بس حلال، أصل البطن ما بتشكرش. طال حرام يا مهد جبال، وخلى صاحبه ما يسواش قرش. اصبر حبة ما تستعجلش، ناس عاشوها بالطول والعرض. ناس عاشوها بالطول والعرض، نسيوا السنة ونسيوا الفرض. كانوا فاكرين الحياة هتدوم ويفضلوا مالكين الأرض، كانوا فاكرين العيشة بتدوم ويفضلوا وارثين الأرض. لكن بكرة قيامة تقوم والسماء تتساوى بالأرض. الحق نفسك يلا وقوم، وتوضى وصلي لك فرض. الحق نفسك يلا وقوم، وتوضى وصلي لك فرض، وادعي لربك يلا وقول، يمكن دعاك يكون مقبول. ادعي لربك يلا وقول، يمكن دعاك يكون مقبول. يا رب اتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وارزقنا بالرزق الحلال، ونجحنا في تربية العيال. اللهم آمين. نهاركم أبيض جميل، صباح الفل حبيبي، أخويا، أختي، كل متابعيني، كل مشاهديني، على رأسي من فوق.